بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على طريقة أكيد يعني مش جديدة على ناس من حضراتكم، بس هي تجربة أنا شايف إن هي جميلة جدا وسهلة ومفيش أسهل من كده. عندنا ديت زي ما حضراتكم شايفين ورق العنب فات عليها 40 يوم. الطريقة إيه؟ الطريقة بسيطة جدا جدا جدا، إن إحنا بنجيب قطعة قماش وبنغمسها في المية، وبعد كده بنعصرها، بنتخلص من اي مية زيادة فيها، بنعصرها على قد ما نقدر. بعد كده بنلف العقل اللي فيها ونقوم لفين القماشة ديت، تمام، وبنحطها في كيس اسود جواه كيس اسود تاني، تمام، ونركنها في اي مكان عندنا. هنشوف مع بعض نتائج. بسم الله ما شاء الله، نسبة نجاح 100%، مش بالتقريب يا جماعة، الحمد لله رب العالمين 100%. الحوال زي ما حضراتكم شايفينها كلها هيت جميلة وعملت جذور. أنا أول مرة أعمل الحركة دي، تمام. طبعا العقل ديت مش أنا اللي قطعتها طبعا، لأن قطعها أخويا الباشمهندس أحمد موسى. مجموع جذور جميلة جدا. اللي حصل في الموضوع ده ان احنا كمان قبل ما نلف العقل دي في القماش نقعناها في مبيد فطري حوالي 2 3 ساعات، تمام. ديت كانت العقل قبل اللي حضرتك شفتوها ده بحوالي 20 يوم تقريبا، تمام. اما دي بقى دي العقل قبل 20 يوم تانية، يعني الموضوع يعني كله حوالي 40 45 يوم. اما زي ما حضراتكم شايفين كده فدي العقل حاليا. ما استخدمناش طبعا اي هرمون تجذير او اي شيء، زي ما قلت لحضراتكم يا دوب كل اللي حصل ان احنا عالجناها بالمبيد الفطري قبل ما نقوم بالزراعة. طبعا قشطنا جزء من اللحاء في من اسفل العقلة، تمام، بنحاول نخلصها بالراحة علشان ما تتضررش الجذور، تمام. وبعد كده هنقوم بنقلها للتربة. انا ما حطيتش تربة معينة، انا هستخدم التربة المتاحة عندي اللي هي التربة الطينية العادية. اما التربة الافضل فياريت نراجعها كلنا مع بعضنا ونشوف التربة ايه هي الافضل، عشان انا ما عنديش معلومة محددة. هنحاول واحنا بنزرع العقل ديت ان احنا ما نأذيش المجموع الجذري، لان هو بيبقى ضعيف. طبعا دي الاتجاه الغلط، هنعدلها. ماشي يا جماعة، رجاء يعني ما تضغطوش كده عشان انا بضغط مضطر يعني. بسم الله وعلى بركة الله. نحاول نطمن حواليها بإيدينا ونسيها ويكون الكيس فيه فتحة تصريف كافية. طبعا يا جماعة يعني ده الجزء اللي كان ناجح في الموضوع، اما اللي باقي بقى لسه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه ونتابع مع حضراتكم باذن الله رب العالمين في حلقات تانية. والتوفيق للجميع وكل عام وانتم بخير.